لا مش عارفني يا ابراهيم. معاك حق، معهم 25 سنة. جابر، جابر معقول؟ انا مش مصدق العين. الحمد لله على سلامتك. خرجت امتى؟ نتكلم على الباب يا ابراهيم. لا طبعا، اتفضل يا جابر اتفضل. خايف لا تكون نسيت اسمي وشكلي. اخص عليك يا جابر، هو في اخ ينسى اخوه؟ وفي اخ يسيب اخوه مرمي في السجن 25 سنة من غير ما يسأل عنه؟ انا عمري ما نسيتك يا جابر، بس غصب عني. يا خسارة، حتى انت اللي كنت اقرب الناس ليا، اول الدنيا ما ضحكت لك والفلوس جريت في ايديك نسيتني. نسيت ان ليا عندك اغلى امانة، ابني مرسي. انا عمري ما نسيت يا جابر. ليه حرمتني من ابني السنين دي كلها؟ ليه ما خليتوش يزورني في السجن زي ما طلبت منك؟ انا عارف ان التصرف ده كان فيه عذاب ليك، بس صدقني كان فيه عذاب ليا انا كمان. لكن لكن ايه؟ اتكلم يا ابراهيم. كان لازم اعمل كده لمصلحته. وهو فين دلوقتي؟ مرسي فين يا ابراهيم؟ مرسي فين؟ ضابط ابني طلعته ضابط؟ وده الاجرام اللي انا قلت لك تعلمه له؟ مفيش يا جابر، اب بيتمنى ان ابنه يطلع مجرم. انت كنت بتتكلم في لحظه غضب، مش ده اللي بتقوله؟ انا حققت امل كان عند المرحوم امه وعندك انت كمان. ويا ترى حكيت له على اللي جرالي انا وامه؟ ولا دي كمان ما عملتهاش؟ ليه يا جابر؟ مرسي كان طفل صغير، حبيته وعشت ليه، اعتبرت ابني واخويا وكل حياتي. خدته معايا وسافرت واتنقلت بيه من بلد عربي لبلد تانية والتالتة. كنت بشتغل واتعب ليل ونهار عشان اقدر اربيه وراعيه، لحد ما حوشت قرشين جبته وجيت على مصر وفتحت انا مطعم عشان نقدر نعيش منه، ودخلته المدارس عشان يكمل تعليمه. مع الوقت لما ربنا اكرمنا المطعم كبر ومرسي كبر وبقى احسن ضابط في المديرية. يا جابر، طب انا غلطان؟ ما سالكش عن امه سار؟ قلت له ايه؟ قلت له توفت. وانا قلت له يا عيني، قلت له ايه عني يا ابراهيم؟ لا، عملت له شهادة ولادة باسمي. باسمك؟ أمال كنت حاضر أسافر بيه إزاي بس؟
يعني بجرد ألم لغيت ابني من حياتي ولغيتني من حياة ابني. ما تظلمنيش يا جابر، أنا قمتي بواجب بالنسبة لمرسي، ربنا عالم وشاهد أنا عملت إيه لحد ما وصلت اللي هو فيه. المسألة دلوقتي بين إيديك يا جابر، اعمل اللي يريح ضميرك، بس ما تنساش إن أي صدمة ممكن تضيع مستقبله وتفتح له جروح مش هيقدر يداويها.